شكرا لكم جزيلا للحضور. احنا مجموعين لمطالبه بحقوق ديالنا المشروعه والقانونيه، لان بعد مسار طويل يعني عام ونص ديال الوقفات والجري استطعنا نوصلوا بعض الاهداف المحيانة، وهي استجابه السيد العام والسيد الوالي، وخرجوا لنا واحد اللجنه باش تدور على المشروع. فعلا خرجت اللجنه، كانت التقرير ديالها ايجابي. بقى مشكل ديال رئيس الجامعه ما بغاش يوقع، لانه كيقول لك بانه باقي بعض المرافق ما كاملاش. حنا اليوم وقفنا على رئيس الجامعه ودرنا وقفه احتجاجيه في جامعه بويا رشيد، وجد السيد الرئيس استجاب لينا ووضحنا بعض الامور. خلصنا الخلاصه ديالنا بان الشركه في شخص واحد المنعش معاهم شركاء جوج، واحد فيهم كيقول لي ما احنا مكملين كل شيء، وعلاش كتراسلوا الجهات المعنيه. حنا هذا السيد اللي كيقول لكم مكمل يجي يشوف هاد الناس المشترين ويفك معاهم المشكل، يعني يجيب لهم رخص البناء، واللي ما مسجلش محفظ خاصو يسجل محفظ. الناس عاطيه رزقها وكتسنى الحقوق ديالها اللي خاصها تاخذها سوغ لا طاب. دابا انا شخصيا كتسنى عامين دابا باقي ما سجلش محفظ ومخلص رزقي كامل مكمل. وهاد بسبب هاد المشكله الناس اللي توفات بامراض خبيثه، الناس اللي عندها طونسيون، اللي عندها القلب، اللي عندها داء السكري، الناس كتخلص الضريبة على الارض العاريه، كاين اللي كيخلص الكرا مثلا، يعني كاينه معاناه حقيقيه. وهذا المسؤول اللي كيرفض دابا باش يجي فهو كيسحب راسه فوق جميع السلطات. ان راه مسؤولين كبار كيستقبلوا المواطنين، راه السيد الوالي العام كيستقبل المواطنين، السيد الوالي ناس كبار وهذا السيد اللي مش عقاري اللي هو نورمالمون عاطينو هاد الناس رزقهم ما كيجيش يستقبل الناس، يعني ما باغيش ينزل من واحد المكان ديالو عالي كيسحب راسو هو فوق السلطه وفوق القانون وفوق جميع الاعراف. لهذا كنطلبوا من هذا المسؤول يتواضع ويجي يفك المشيد، ولا غنضطروا نديروا اعتصامات يوميه هنا تيتفك المشيد ليلا نهار ليلا نهار تيفك المشكل. راه ماشي هو فوق القانون، ولا تلاقينا معاه مباشره غيكون معاه هضره، ما كيسحبش الناس ساهلين. وشكرا لكم جزيلا على الاستضافه. كنطالبوا مسؤولين يجيو، كنطالبوا بهذا المسؤول يجي يعطينا رخص البناء ديالنا، لانه هو مكمل سؤالاته ويسجلوا الناس ويحفظوا لي ما قامتش محافظين. الطلب ديالنا حقي، راه مخلصين الناس رزقهم، الناس راه مكملين الفلوس ومكملين فلوسهم، بقى تجرب فيهم عاد 3 سنين 4 سنين 10 سنين، وكاين الناس كيخلصوا الارض العاريه.
ضريبه على الارض العيانيه للسجن المحافظ، ولكن نتيجه رفض الرخصه البناء كيخلص ضريبه على الارض العيانيه. وشكرا جزيلا. الملك يسمع المواطنين، وهذا المقاوم بغيش يسمع الناس اللي عاطينه فلوسهم. اللهم إنا